وقت ايش؟ في الصيف فان اوت نورمالمون ما حكيت العشرة تاع الليل في سبيطار المجهزين في لورجونس. انا وقتها شاده لورجونس تاع الجراحه. دخلوا زوز مريض ديزون على بلوكار اكسيدونتي تاع بوبليك مع زوز سكارة. احنا ديريكت معناتها ما مشاكل اللي خليناهم يستنوا ولا حاجه باش يقولوا انا معناتها ما شيتوش داويت ولا مريض. يعني مشيت انا ديريكتومون للطبيبه اللي غاتيكا سو بلاس معايا الاكسترن يعني طبيب مازال يتعلم ومعنا لافيرميي مشينا ديريكت نشوفوا المريض على خاطر اكسيدونتي وكل شيء. اللي بقوا لي مع زوز السكارة اللي دخلوا ما حبوش يبعدوا. احنا قلنا ابعدوا باش نحطوا المريض في بلاصتو باش نجموا نشوفوه باش نجموا نعطيوا عليه. قالك ليه ما حبوش يبعدوا ابعدوا. قلت له باه ماكش باش تخرج انا نخرج انا كي تخرج خاطر حسيته باش يضربني. انا خرجت وهو شد في جرتي معناتها انا خرجت قعدت زربت في الخط وخاطر هو قعد شد في جرتي ويسب فيا. قعدت زربت في الخط ومشيت تخبيت في السيرفيس دو راديو اللي هو في باب يتسكر. قعدت ندق عليهم حتى لين حلوا لي الباب ودخلت تخبيت. انا تخبيت وبعديك الاكستر اللي معايا معايا شد دزوا مشاو السيرفيون شدوا في خناقه وضربوا حاسينه وباقي قعدوا يعملوا في المشاكل. بالطبيعه اللي عندنا لا بوليسيه ما عندنا حتى شيء معنا ما عندنا حتى حاجه. كي احنا وقفنا الخدمه كلمت الريزيدون اللي معايا مكتوب لي اكبر مني هبط حبينا نتصلوا بمدير السبيطار باش يلقى لنا حل. السونداردست اللي يخدم غادي ما حبش يعدي لنا مدير السبيتار. قلنا باهي نمشيو للبورت بلانت حبينا نمشيو نشكيو. جي جماعه بالطبيعه اللي يخدموا في الاداره والناس الكل ليه وفك عليكم وفي بورت تو الموند ادي ايزي دو مودي سيوادي دو بورت بلانت اور سي سيتي نوتر بروبر دو وا. شنو عملنا؟ مشينا هزتنا الامبولانس تاع السبيطار مشينا للمركز المركز تاع كارتاج ونا بورتي بلانت. انا بون انا صحيح هربت تسمى هربت ما تضربتش يعني ما كانش فما ضرر جسدي اما كان فما ضرر لفظي وانا هربت معناتها بالقدره باش ما تضربتش. حبيت جو بورت بلانت معناتها بوغ اتانت فيربال زيد. البوليسي ما حبش ياخذ الديبوزيسيون تاعي كان كونجي اسيستي قال لي انت ما تضربتش دونك بالنسبه لي حاجه عاديه جدا جو ليسي باسي لانسيدون هذا. جي بورت بلانت انا بيان سور اللي معايا الاكسترن ولا سيرفيون انا توس بورت بلانت. و لوندومان حابين معناتها وقفنا الخدمه على سوجونس احمد سانتير دي ريزيدون حتى نجيبوا لنا سيكوريتي في المونجيسلي. المره الاولى ما جابوش المره الثانيه ما جابوش ومن بعد كنتنا معناتها مانتوني لا كريف. وقتها هبطوا لي سينيور تاعنا في سوجونس وما شافوا المرضى. وقتها بو دو توازيام جور جابوا لنا كارت تاع بوليسيه قاعده تدور مده وفي بالي توا دغيا ما عادش فهم علاش حاجه كيما كي تنجم تصير توا. والله باش حبيت انا نفسر الحكايه هذه. حبيت قلت اي بالكش على خاطر المريض استنى برشا. المريض نهارتها مثال ما استناش خاطر دابيتود المرضى تفد انهم يقعدوا يستناو برشا واحنا عندنا دي بي كبير برشا تلقانا ما عندناش وقت باش نشوفوا المرضى الكل في ساعه في اسرع وقت ممكن. دونك وقتها مشينا له ديريكت المريض ما فهمش علاش. هذول الحل الوحيد اللي هما عباد كانوا ما كانوش في وعيهم شاربين حاجه ولا متكيفين حاجه معناتها ديريكت داخلين باش يضربوا داخلين باش يعاركوا ويسبوا كل شيء. معناتها اونيتمون سيت انسيدون جي با بي ليكسبليكي اوترومون دو باغ لو فيت اللي لي معناتها لي بيرسون ايتي دون ان اوتر ايتا. ميرسي. عايشه.